أحباء الرياضة في كل مكان، عشاق الباسكيت، عشاق كرة السلة، مرحبا بكم، مرحبا بكم إلى ختام البلايوف، بلايوف 2017. ينتهي هذه الأمسية بمباريات من طراز عالي جدا اليوم، والموعد المباشر اليوم من المنستير الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، خاصة الاتحاد المنستيري المعني أكثر في هذه المباراة بالنتيجة في حواره غير المباشر مع الملعب النابلي وشبيبة القيروان. كل المباريات فيها رهان كبير. الاتحاد المنستيري الفريق الوحيد الذي يمتلك مصيره بين أيديه، ينتصر اليوم ضد النادي الإفريقي، يمر لنصف نهائي البطولة. بعد شوية باش يكون عندنا الموعد باش نحكي لكم أكثر تفاصيل على الترتيب والرهانات الخاصة بهذه الجولة الأخيرة من مرحلة تتويج البطولة الوطنية لكرة السلة. كما قلنا الموعد هنا في المنستير وسط أجواء جماهيرية لا توصف هنا بمناسبة هذه المباراة القمة والكلاسيكو بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي. مثال شأمنا الوطني تعادى قدام الكاميرا، نرحب بكم ونرحب بالأمن، نرحب بالمشاهدين وكل من يلتقط صورة القناة الوطنية الأولى. هذا الموعد المباشر الخاص بختام بلايوف 2017 من قاعة المنستير الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي. في الحقيقة تشوفوا في صورة مخرج اللقاء سمير العجيمي قاعة مابية بالجماهير تقريبا قبل ساعة غير بعض من بداية المباراة، ولقاء شيق كما قلنا بعد قليل. يلا نمشي لتشكيلة الفريقين، نبدأ بالاتحاد المنستيري. حسني سعيد، جوليوس كوز، ناجي الجزيري، جاد الجوادي، سيف العيساوي، فراس لحياني، اسكندر البحوري، بلال الجزيري، غازي صالح، احمد تريمش، محمد قدور، وإيفاريست شونغانيا. المدرب هو وليد الغربي العائد الى البطولة التونسية بعد تجربة ناجحة في الفتح الرباطي المغربي. النادي الافريقي ضيف مدينة المنستير. ياسر الشابي، ميلان مالكولم، صحيح، زياد الشنوفي، نعيم ديف الله، هشام الزاهي، محمد مهدي، بن سعد الله، بشير حديدان، مختار غيازة، مروان لغنج، اشرف الرزقي، حسن الجندوبي، ولسعد شوية المدرب، ومنى معون. نادي الافريقي يلعب اليوم منقوص من العلبوشي مصاب، وغياب محير لكايل فينيلز في حديث جانبي مع مسؤولي الافريقي يقولوا انه غادر لاسباب عائليه، لكن حدنا ومتاكد انه باش يرجع ولا النادي الافريقي. هذه معلومه الى حد الان نسوقها بكل احتراز. النادي الافريقي اليوم في صفوفه العديد من الملاعبيه الشباب كما قلنا، سعد الله والشابي والرزقي اللي ياخذوا فرصتهم اليوم في مباراه كما قلنا كبيره بين الاتحاد والنادي الافريقي. بالنسبه للنادي الافريقي موجود في المركز الثالث ب 14 نقطة، مترشح لنصف نهائي البطولة صحبة النجمة الراتسي والنجمة الساحلي. ثم المركز الرابع الاتحاد المنستيري، شبيبة القيروان والملعب النابلي، الثلاثة موجودين في المركز الرابع ب 12 نقطة. الأفضلية للاتحاد المنستيري في الترتيب الثلاثي، ثم شبيبة القيروان، ثم الملعب النابلي. يعني الاتحاد المنستيري ينتصر اليوم العشية لا ينتظر بقية المباريات، وفي صورة هزيمة الاتحاد المنستيري مع انتصار الشبيبة القيروانية في النجمة الساحلي، فإنه الشبيبة يمر في صورة هزيمة الاتحاد المنستيري وهزيمة شبيبة القيروان وانتصار الملعب النابلي في رادس، فإنه فريق الملعب النابلي هو اللي يمر تباعا. حاولوا نتبعوا الريجلتا في القاعات الكل، وكما قلنا هذه هي المباراة الوحيدة اللي يمتلك فيها الفريق اللي يستقبل مصيره بين يديه اللي هو الاتحاد المنستيري. نرحب بصفوان الفرجاني المدرب والمحلل الفني الان لهذه المباراه. صفوان مرحبا بك. مرحبا بك ربيع، ومرحبا بكافه المشاهدين. سيناريوهات تشكوكيه في البطوله التونسيه، عندنا برشا ماريناش بلاي اوف ينتهي في لحظاته الاخيره، وما نعرفوش الفريق الرابع اللي باش يصاحب الثلاثي النجمه الراسي، النجمه الساحلي، النادي الافريقي للمركز الرابع. حوارات عديده بين الملعب النابلسي وشبيبه القيروان والاتحاد المنستيري من اجل المرور لنصف نهائي البطوله. والاتحاد المنستيري كما قلنا الفريق الوحيد اللي مصيره بين يديه، يعني ينتصر اليوم ما ينتظرش بقيه الدقائق. صحيح، الاتحاد المنستيري رهان نتاع مركز رابع اللي باش يخول له ترشح للمجموعه للسوبر بلاي اوف نصف نهائي البطوله. دونك نتصور لا بريسيون اكثر على الاتحاد المنستيري، كما قلنا رهان نتاع باش يترشح في المركز الرابع. شفنا الكلاسمون اللي في نفس الترتيب مع شبيبة القيروان ومع الملعب النابلي. النادي الافريقي ضمن 100% ترشح نتاعو في المرتبه الثالثه
بعد الانتصار الاخير على متصدر مجموعه التتويج هو النجم الراتسي. نذكر اللي الفريقين خارجين من انتصارات بعد فتره نوعا ما سلبيه نتاع النتائج قبل الجوله الاخيره. الاتحاد المنصيري كان انتصر على النجم الساحلي في قاعه المنصير هنا، والنادي الافريقي كان انتصر على متصدر مجموعه التتويج هو النجم الراتسي. يعطيك الصحه صفوان. ثلاثة مواجهات قبل هذا اللقاء بين الافريقي والاتحاد المنصيري هذا الموسم، ثلاثة لقاءات انتهت للنادي الافريقي، وهذا اللقاء الرابع بين الفريقين في موسم 2016-2017. هنا الصورة الآتية من المنصير، شفتوا الأجواء اليوم كبيرة ياسر في قاعة المنصير، أجواء جماهيرية كبيرة اليوم، وهي مش غريبة على قاعة المنصير الحقيقة. أجواء وصفوان درب في المنصير ويعرف الأجواء الكبيرة هنا في هذه القاعة كيف كيف. تحية شكر لكامل الأندية التونسية في بلاي أوف 2017، شيء يعمل كيف الحضور الجماهيري دون استثناء. ستة لقاءات أو ستة فرق اللي تلعب بالبلاي أوف تلعب في القاعات نتاعها. أجيشي فيرمي هذا ما ريناهش عندنا مواسم، أجيشي فيرمي في نابل في القروان، رجع الجو بتاع الباسكيت في القروان تاع سنوات بداية 2000. كيف كيف راكم تشوفوا صورة في المونستير وغيرها من قاعات الفرجاني سوسة ورادس. يلا ثلاثي التحكيم فيصل بديل، سامي بالغارق، عبد العزيز العباسي على طاولة النقاطيين موجود لقسنطيني الحرابي والجربي، سيد قاسم هو مراقب المباراة اللي تنطلق بعد قليل بالتوازي لقاء النجم الراتسي الملعب النابلي، وبالتوازي لقاء النجم الساحلي شبيبة الخيروان. كل اللقاءات تنطلق المينوت بري تقريبا في نفس الوقت، لأنه رهانات متعددة بخصوص المرور كرابعة، وكذلك فما رهان المركز الأول، رهان عن بعد بين النجمين النجم الساحلي والنجم الراتسي. الستارتير في المستير موجود، إيفا فراس لحياني، حسني صعيد نجم الجزيري، سيف العيساوي في الافريقي، مختار غيازة كسنتر، بشير حديدان، نعيم ذي فله، مروان لغنج، وزياد الشنوفي. زوز من اللاعبين الستارتير في الافريقي كانوا لعبوا الموسم الفارط في المونستير، يعني تقريبا نعيم ذي فله ومروان لغنج يعرفوا كيف كيف اجواء قاعه المونستير عندما لعبوا لتقريبا لموسمين ونصف. مروان لغنج ولموسم، هذا هو مروان، ولموسم واحد نعيم ضيف فله في حوار كيف كيف باش يكون عنده قيمه كبيره على البنك بين وليد الغربي ومن عمون، مدربين توانسه تقريبا من نفس الجيل، يعرفوا بعضهم مليح، يعرف كل واحد ما له وما عليه في هذه المباراه كما قلنا الكبيره في المنستير بين الاتحاد المنستيري ونادي الافريقي. نذكركم تقريبا وحسابيا النادي الافريقي غير معني بنتيجه المباراه، نحكي على مستوى الرهان. المركز الاول يتلعب بين النجم الساحلي والنجم الراتسي، ثم الافريقي ضمن مرور كثالث، والمركز الرابع بين الاتحاد المنستيري شبيبه القيروان والملعب النابلي. والاتحاد المنستيري كما قلنا الفريق الوحيد اللي متفوق على الشبيبه وعلى الملعب النابلي، يعني عنده الافونتاج في الترتيب، يفوز اليوم على الافريقي يمر لنصف نهائي البطوله، ينهزم وينتصر شبيبه القيروان، يتعدى شبيبه القيروان، ينهزم الاتحاد وتنهزم الشبيبه ويربح الملعب النابلي، يتعدى الملعب النابلي. مباراه تنطلق بتاخير 5 دقائق، التاخير هذا نتصوره على سانكرونيزاسيون بين القاعات الثلاثه بالهواتف الجوال الامور، باش كل اللقاءات تبدا كما قلنا في نفس التوقيت. على ذاك المباراه بريفيو تبدا 4:15، لان 4:15 ومازالت ما بداتش مباراه الافريقي والاتحاد المنستيري. صفوان الفرجاني، مباراه اليوم وين تنجم تتلعب بين الافريقي والاتحاد المنستيري؟ ترى اولى ساعه في الخماسي الاساسي نتاع الفريقين، او نبداو بالاتحاد المنستيري على عكس العاده، ما يبداش بملاصق اللاعب الامريكي جوليوس، يبدا باللاعب الاجنبي الثاني اللي هو في مركز 5، ويبدا بسيف العيساوي كملصق لاعب. تغيير في تركيبه الخماسي الاساسي كيف كيف النادي الافريقي، ابار الاربعه اللي مستانسين نراوهم في الليسارتير اللي هما نعيم دي فله، بشير حديدان، الشنوفي، ومختار غيازه. اللحظه اللي مروان لغرج يربح بلاصته في الليسارتير على عكس العاده بعد خروج كايل واللاعب الامريكاني الثاني ما راهوش في الستارتير، دونك مروان لغنج راه يبدا اللقاء في المستيريو. هو في المباريات اللي نقلناهم للنادي الافريقي اول مره على الاقل اللقاءات اللي شفتهم انا، يبدا مروان لغنج ستارتير، صحيح خروج كايل
ما نعرفش الخروج مؤقت او خروج نهائي، مازالت امور مفرحه في الافريقي، تخليه يربح مكانه على حساب ميلان مالكولم اللي اداؤه ديو يديبا مباريات يعمل لقاءات كبيره ومباريات ما يلقاش اللصق نتاعو. مالكولم ماك ميلان ذكروا اللي وقع انتدابه في الميركاتو الشتوي في صفوف الافريقي اساسا كلاعب يرتح على كايل فينيس كما قلنا اللي غايب على اللقاء اليوم. تنطلق المباراه بامتلاك لفريق النادي الافريقي. زياد الشادوفي يحاول يمر داخل المنطقه، يحاول يوصل كوره للمختار غيازه مقطوعه، تمشي الناجي الجزيري يعمل الفاست بريك اولى النقاط واولى السلات تاتي من فاست بريك لفريق الاتحاد المنستيري 2-0. مرحبا بكم الى المنستير، مرحبا بكم لختام البلاي اوف الاتحاد المنستيري النادي الافريقي. مروان لغنش تشوف الكره لبشير حديدين، سدد من بعيد يعمل ربوه المختار غيازه، ثم تخرج الكره تعود بامتلاك لفريق الاتحاد المنستيري في مباراه كما قلنا تجلب الانظار ورهانات متعدده من اجل المركز الاول بين النجم الراتسي والنجم الساحلي، ومن اجل المركز الرابع بين الملعب النابلي الشبيبه القيروانيه واتحاد المنستير. سيف العيساوي كبلاي ميكر الان امام مروان لغنج زميل الامس ايفا الكونغولي، وسكورة حسني سعيد معروف بتسديداته الثلاثيه كيف كيف ناجي الجزيري. فما دو بوانتور اليوم في الاتحاد المنستيري سدوا مليح بثلاث نقاط. حسني سعيد من الكورنر يخرج عليه البشير حديداني، خير يمشي للدرايف يلعب الكره لداخل مع ايفا وينجح 4-0 للاتحاد المنستيري. سجل اربع نقاط في سلات من نوعين مختلفين تاع سلات، واحده من كونتر اتاك وواحده على كومبينيسيون فات على ايفا داخل المنطقه. بدايه قويه للاتحاد المنستيري في 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 الدقيقه الاولى. لاحظوا اللي الكوتش وليد الغربي الى بخي لو شوا باش يبدا بدفاع المنطقه من الاول من بدايه اللقاء. في الهجوم قاعدين يعرفوا كيف يتصرفوا مع الهجومات نتاعهم الاتحاد المنستيري. نتصور باش نراو لقاء حماسي بشوفه في اخر الثواني. استأنف المباراة بامتلاك لفريق الافريقي مروان لغنش كبلاي ميكر. نعم في فلا لغنش يعمل ليكرو مختار غيازة تمشي بشير حميدين يسدد المسافة المتوسطة ما يسجلش. ثم المتابعة الفراس الحياني يلعب في مركز أربعة، فراس اليوم موجود معه شون غانيا في الراكيت. في المقابل مختار غيازة تحت سلة النادي الافريقي. هذا خطأ معلن من سامي بالغارق على الاتحاد المنستيري، ما نعرفش خطأ فني على البنك ولا على الجماهير على الجماهير اللي موجودة في المنصة الشرفية. قلنا مباريات باش تتعدى بتونسيون كبيرة اليوم، ثلاثة مباريات مهمة خاصة للاتحاد المنستيري، شبيبة القيروان والملعب النابلي. يحكي على البريسيون صفوان الفرجاني اللي موجودة على اكتاف فريق الاتحاد المنستيري ككل، لانه البريسيون تتجاوز للاعبين باش توصل للمدرب، توصل للاطار الفني، توصل للجمهور. في ختام البلاي اوف الاتحاد المنستيري اليوم قادوا صغات خفيه بيولي خسر اللقاءات المباشره نتاعو مع المنافسين المباشرين اليوم شبيبة القيروان في القروان، ولقاء الذهاب مع الملعب النابلي. دونك اللي دون لوبليغاسيون في الجولات الاخرانيه باش يربح لقاءات ضد صاحبين المركز الاول والثاني والثالث اللي هما النجم الراتسي النجم الساحلي والنادي الافريقي. ديجا ربح لقاء الفارت في الجوله الفارطه ضد النجم الساحلي، وعنده لقاء مهم اليوم ضد النادي الافريقي. تتواصل النقاشات، تتوقف المباراه، هذا حوار جانبي بين الامن والحكام. مباراه اتونسيون الحقيقه الرهان خلي المباراة تكون فيها شوية ضغط على الناس كلها، على الحكام كيف، وإن شاء الله توقف اللعب هذا ما يأثرش على الحالة البدنية واللياقية خاصة العضلية للنادي الافريقي والاتحاد المنستيري. تعرفوا اللاعبين يبدا كالكولي الوقت نتاع القيام بالحركات الإحمائية، وقتاش وكيفاش الجاهزية تكون حاضرة وموجودة للفريق الاتحاد المنستيري مع الأربعة غير ربع حسب الإطارات الطبية. بعد مباراة عمد خمس دقائق وتاد رينا التوتر حتى على منعم وعلى وليد، ثم تعاود تكف تو المباراة. على ذلك
منصوح انه ملاعبي الاتحاد والنادي الافريقي يتحركوا شويه ما يقعدوش ستاتيك الان. بالنسبه للمباراه المتوقفه استئناف المباراة، سيف العيساوي، فراس الأحياني. السنوات الأخيرة مباريات الاتحاد والنادي الإفريقي تثبت شعبية وكذلك تشويق كبير. مر فترة فراغ طويلة نسبيا، خسرت في مباريات الإفريقي ثم عاد في الجرجاني منذ أيام بعد فوزه على فريق النجم الراتسي. يصر الاتحاد المونستيري على اللعب ال 16-17 ثانية وانهاء الهجمة داخل المنطقة مع الكونغولي ايفا. 6-0 زيد شنوفي، مروان لغنج تمشي كرة نعيم فلاح، جاني سيف العيساوي، ثم سويتش الدفاعي ايفا، تعود لبشير حميدان على الجناح، تبقى للافريقي الكرة رونفيرسمون اللي فات نعيم فلاح لتحريره، التسديد من نعيم فلاح ما سجلش، موجود ايفا. شون غانيا في الانتقاط الافريقي يبحث عن حلول من التسديد من بعيد، ما لعبش الداخل اللي راح الداخل. الاتحاد المونستيري حاول انه يلعب داخل المنطقه، ما ريناش تسديدات لا من حسني صعيد لا من الناجي الجزيري رغم خصالهم في التسديد من بعيد. سيف العيساوي تمشي كره حسني صعيد، تعود لناجي الجزيري، يخرج عليه الشنوفي، ناجي الجزيري تمشي لفراس الاحياني، سدد ثم لا يلعب مع ايفا وينتهي التوقيت الخاص بالهجوم. وضعيه دفاعيه ناجحه للنادي الافريقي، اول وضعيه دفاعيه ناجحه 24 ثانيه في المباراه كانت من دفاع الافريقي بعد دقيقتين ونص من بدايه المباراه. لاحظوا اللي فيه السيربريز اللي توقعها الكوتش وليد الغربي بدايه دفاع المنطقه. عاطي اوكلو في النادي الافريقي ماهوش لاقي ليكيليبر ولا لي روبير نتاعو هجوميا في لي بوزيسيون اللي تعداو. هجوميا الاتحاد المنصري زاد قاعد يعتمد اعتماد كلي على اللعب الداخلي في الهجوم، هذا اللي اعطاه 6 نقاط فارق في بدايه اللقاء. التسديد سيف العيساوي، ايران داوود، كره سيف العيساوي، اول تسديده ثلاثيه للاتحاد، ايران داوود تدخل وتخرج كره سيف، تعود لمروان لغنش ثم مختار مع فراس الاحياني، غياز يلعب مع نعيم، ثم ميزماتش يمشي من اليسار لليمين وموفيز استقبال سيء من بشير حديدان للكره الاخيره، ثم شويه قل التركيز في النادي الافريقي في الهجوم بعد كثير بعد 3 دقائق و10 ثواني الفريق مازال ما سجلش حتى نقطة. سيف العيساوي، سيف يعود لحسني سعيد، يخرج علينا عندي فلة، يسدد حسني سعيد ب3 نقاط. فورمة كبيرة اليوم للاتحاد المونستيري، فورمة كبيرة للاتحاد، عامل 9-0 أكيد كنا معهمش يطلب تايم أوت، إذا ما سجلش في الوضعية هذه سجل زيد شنوفي ويفتتح عدد التسجيل الافريقي زيد عبر توغل سيف العيساوي. لاحظوا الاتحاد المنستيري يعتمد ما نسميه لا سيتياسيون دو ديامون اللي هي تعتمد اكثر على الشوتينغ جارد هو حسني سعيد رناح مركز من 3 نقاط في البوزيسيون الاخرانيه. النادي الافريقي قاعد يستهدف كي تبكي على السيتياسيون اوفونسيف نتاعو ضد الدفاع المنطقه، هي دفاع منطقه كلي نسميه اون ديفونس دو ماتش اب، معناها يبدا بدفاع منطقه على اي موفمون ولا على اي تقاطعات كل واحد يتبع لو فيزافي ديريكت نتاعو. فراس الاحياني، سيف العيساوي بوضعيه لاعب منسق، تبقى الكرة للاتحاد المنستيري، خطا ضد مروان لغنج في الكرة الأخيرة. 9 سنين تقريبا مع انتصاف فترة اللقاء الأولى وختام بلاي اوف 2017. خطا في الهجوم ضد الاتحاد المونستيري، تعود افرا الكره لفيت الافارقه، خطا كان من سيف العيساوي حسب سيمي بالغارق احد ثلاثي التحكيم اليوم. مروان لغنج، مروان لغنج مع سيف العيساوي ثم تعود
زيد جنوبي يوصل الكره داخل نعيم ديفالا، يبقى الامتلاك الافريقي. امامكم فراس لحياني احسن لاعبيها في مركزه في البطوله التونسيه. 9 سنين، 5 دقائق و30 ثانيه. جنوبي يلعب مع البشير، يضرب على المربع ويسجل بشير حديدين. كان سدد 3 مرات بشير في مباراه اليوم، اول تسديده ناجحه لواحد من افضل اللاعبين في الافريقي في موسم السنه. ممتاز بشير حديدين الموسم هذا والموسم الفارط، بعد ما تعرض لاصابه في الموسم قبل الفارط، رجع الفورمه نتاعو الموسم الفارط اللي الموسم هذا، ويعود في المباراه النادي الافريقي 6-0. خليه يرجع على مستوى سلبي 3 بعد الفاست بريك الاخير. 9-6 لفايت الافريقي على بعد امتلاك على الاتحاد كره فراس لحياني مع بشير حديدين. توصل ايفا مقطوعه من شنوفي، حاول يعكس الهجوم زياد الشنوفي، يرجع فيسع فراس لحياني مع زياد الشنوفي، تبقى الكره للافريقي. حديدين ثم مروان لغنج يجرب حظه، يسدد من بعيد ما يستشارش المتابعه من مختار غيازه، يحاول يعمل يحاول يستغل الكره الثانيه ما يسجلهاش. تعود لنجي الجزيري لينجح بطريقته المعهوده، درايف تاع نجي خلي فريقه ياخذ مع 5-11-6. نعيم ديفالا، مروان لغنش، زيد شنوفي، حاول يمر زيد مقطوعه، كره عند ايفا، فراس لحياني يمشي الكره، حسني سعيد يتردد يشد من بعيد، لا يحاول يمشي للتوغل وينجح. هذه المشكل الدفاعي على ملاعبيه لي بوانتور بصفه عامه، يعني تخرج عليه باش ما يسددش من بعيد، يمشي للدرايف توخر باش ما يعملش درايف يسدد لك من بعيد. مشكل وقت اللي يكونوا عندك ملاعبيه في بروفيل نتاع حسني سعيد وقبيله بروفيل تاع ناجي الجزيري اللي يحسنوا التوغل وكيف تسديد من بعيد. ترن اوفر ضد الافريقي، ناجح الاتحاد المونستيري سورتو دفاعيا في 7 دقائق الاولانيين نتاع اللقاء نتاع اللقاء، هذا مما خليه يلعب باريحيه في الهجوم كوسوسوا في لي زاتاك بلاسي ولا رينيه في لي تروا بوزيسيون الاخرانيين، ماركا سويتا دي كونتر اتاك بعد ما فك الكره دفاعيا. النادي الافريقي بدايته بدات صعيبه شويه، من بعد يسيت ادابتي شويه مع مع دفاع المنطقه مما خليه ماركي يسجل 6 نقاط، توا الى بي سي دو ريتم ولا الى بي سي دو ريجيم، مما خلى الاتحاد المنستيري يهز 7 نقاط فارق. تايم اوت، وقت مستقطع في رصيد الاخطاء تقريبا بعد 7 دقائق. صفوان خطأ. يعني فماش اخطاء بالكل في لقاء اليوم، وهذا التوغل الاخير يرفع الكره حسني سعيد ويسجل السله، وهذا كيف كيف الدرايف اللي عمله نجي جزيري، ولو انهم زوج لاعبين هذم معروفين اكثر بنزعتهم التسديديه من 3 نقاط ان صحت العباره، اخترعتها انا لا محاله. دو بروفيل براتيكمون متشابهين لبعضهم في الاتحاد المنستيري في مركز 2 و3، ناجي الجزيري و حسني سعيد، دو نسميهم دو شوتينغ جارد، ما فماش فرق ما بين مركز 2 و3. في العاده نلقاو مركز 2 جوار دو كونتر اتاك ان بون ديفونسور، ومركز 3 اللي هو تلقاو طويل في القامه ونجم يبوستي في الاتاك. هذوما نشوفوهم دو بروفيل اللي يتقاربوا لبعضهم برشا. في الاثناء يسجل فراس لحياني من كرة متوسطة، لسعت شوية أول دخول للسعد في اللقاء، وأول دخول لمالكولم ماكميلان، حاول يلقى بعض الحلول خاصة عند وجود مالكولم ولسعت شوية. الإفريقي يصبح سريع أكثر في وجود زوج ملاعبية هذم، طلعوا كرة في ساعة يمشيوا برشا للدرايف، يمكن منعمعون حاسته شوية بنسق، كان الافريقي الى حدين في هذه الفتره وضعيه خلت مرعم يدخل في ملاعبيه حركيين اللي هما لسعد ومالكولم ماكميلان. لسعد شويه على الصوره، الرميه الحره الثانيه ناجحه، 15-7 للاتحاد.
سيف العيساوي، فراس الأحياني ما عمل حتى تغيير وليد الغربي منذ بداية المباراة. صفوان إيفا مع بشير حديدين، قش الحلول للاتحاد المونستيري، تبقى الكرة لا يبقى الامتلاك للاتحاد. الكوتش وليد الغربي راه ليكيب ماشية، هزين الفارق دفاعيا ناجحين في الهجومات اللي ان سيغتان ايكيليبغ، يمكن يخمم في الروتاسيون نتاع ليفيكتيف نتاعو في الربع الثاني. كل مدرب والقناعات نتاعو، ثم مدربين الروتاسيون نتاع الفريق يعملها في البرومي كارتون، ثم مدربين اللي يمنوا في الروتاسيون تصير في الربع الثاني. مختار غيزة لسعد شوية أمامه، فراس الحياني يسدد لسعد شوية ما يسجلش، موجود في الالتقاط ناجي الجزيري تومبوريزي، وخير يمشي ال 24 ثانية الاتحاد المنسيري الآن. سيف العيساوي نعرفوا يرتاح أكثر في مركز اثنين سيف أكثر منه مركز واحد. مارينيس جوليوس كولز وليد الغربي يحب يبدأ بإيفا، حب يلعب داخل النادي الافريقي رغم انه النادي الافريقي محترم الامكانيات داخل المنطقه في وجود مختار غيازة وبشير وكذلك هشام، لكن التوجه التكتيكي لوليد الغربي تفاصيل الى ريزون الى حد الان. نتيجه عطيت الحق 17-7 عند اصراره على اللعب الداخلي ناجح الى حد الان الاتحاد المنستيري، واخذ 10 نقاط على النادي الافريقي. حلوه العمليه، مختار غيازة قلنا يعمل في مباريات جيده، وقت لما يتفلسفش برشا مختار، وقت لما يتبع الكرات الثانيه. عندهم اليوم تاع دفاع المنطقه 1-2 اللي راهم الاتحاد المنستيري يعطي اون ديفايونس في الدوزيام ليني اللي هي تحت السله. ايفا يمشي للتانك. ايفا يحكيوا مع بعضهم مختار غيزه، زياد شنوفي ولسعد شويه ومنى معون على الوضعيه هذه، لانه ما صارش تغيير دفاعي على ايفا. قص دفاعي الكل وما صارش بلوكاج على مستوى المنطقه، كانت مفتوحه. وتعرف في كره السله الكوميونيكاسيون في الدفاع مهمه جدا، اللاعبيه تحكي في الدفاع يحكيوا مع بعضهم، الكوميونيكاسيون لهنا ما كانتش موجوده في دفاع النادي الافريقي، خلت ايفا يمشي دون تقريبا مشاكل ويعمل دانك، خلي الاتحاد المنستيري على بعد 10 نقاط من النادي الافريقي. مالكولم، بشير حديدان، زياد شنوفي، يمشي كره بشير حديدان يحاول يسدد من بعيد، يعمل ايربول المتابعه من فراس الحياني، ما لقاش احصائيته لحد الان بشير حديدان. ايفا راجع من اصابه، ايفا على مستوى الاصبع الايسر، وكان رجع بعد شهر وعاود اصيب في مباراه النجم الراسي مع افتتاح البلاي اوف على نفس الاصبع، ثم عاد منذ ايام. فراس الحياني سدد ما ينجحش المتابعه لميلان مالكولم، مالكولم ميلان، ثم شنوفي مقطوعه من حسني سعيد، 2-1 في الهجوم المعاكس، لكن فما سافره قبلها. تسرع من النادي الافريقي في الهجومات نتاعو، يعمل برشا تورن اوفر النادي الافريقي، يعمل برشا بروميير انتونسيون، هذا اللي خلى الاتحاد المنسيري يفك برشا كور دفاعيا ويجري بهم في الهجومات المعاكسه. كما قلنا من اول لقاء الاتحاد المنسيري قاعد يعتمد اعتماد كلي على اللاعبين الداخليين، اون بروميير ليو ايفا اللاعب الاجنبي، راهو في سيف العيساوي ناجح في مركز واحد، قاعد يطبق في تعليمات المدرب، هذا اللي خلاه يجير بيان لي سكور 10 نقاط 8 نقاط 8 نقاط 7 نقاط. ونلاحظوا اول وقت مستقطع ياخذوا من عمون في اللقاء هذا، ادو سكوند من نهايه الربع الاول. 19-9 زوز ثواني على نهاية الفترة الأولى في مباراة في فترة واحدة دامت إلى حد الآن، إذا اعتبرنا أنها تبدأ غير ربع دامت 25 دقيقة، لكنها بدأت غير درجين 20 دقيقة في هذه الفترة. في برشا تقطعات رغم أن فيها برشا أخطاء، برشا توقف لعب في لقاء ذو رهان، في جولة ذات رهان، نجم الراتسي في ملعب النابلي، الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي، النجم الساحلي شبيبة القيروان، والفريق الوحيد على الستة اللي في البلاي اوف
هو نادي الافريقي اللي تقريبا مش معني برشا بالبرهان مباشر بحكم انه نجم الراتسي والنجم الساحلي يلعبوا على المركز الاول. ثم ثلاث فرق الاخرى اللي هو كما قلنا الافريقي او الاتحاد المونستيري شبيبه وملعب نبي يلعبوا على المركز الرابع. يعني جوله كلها رهانات متعدده، بل ما يفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي باش يبدا تحضيراته اللي باش تدوم تقريبا شهر للدورتين التاهيليتين للافرو باسكيت 2017 مباشره بتربصات تربص في المنستير مباشره اثر نهايه البلاي اوف. راحة مطولة شوية بعد الفاز تاع البلاي اوف، شهر شهر راحة بريباراسيون سوبر بلاي اوف، بريباراسيون كيف كيف الفريق القومي باش كما قلت انت ربيع باش يحضر تصفية كأس افريقيا. انتهاء الفترة الأولى 19/9، فترة دون منازع للاتحاد المونستيري على المستوى الإحصائي، سجل 19 نقطة قبل 9، يعني عمل اللازم في الدفاع وفي الهجوم، ما تنجمش تطلب دفاعيا 9 نقاط تقبل في فترة ضد النادي الافريقي ضد النادي الافريقي تسمى ناجح دفاعيا. كما قلت لك لي في دو سيربريز اللي اعتمدوا الكوتش وليد الغربي عطاه اوكلو في النادي الافريقي ما لقاش ليكيليبر نتاعو اوفنسيف، خلى الاتحاد المونستيري يفك برشا كور، عمل دي تورن اوفر النادي الافريقي، مما ادى الفارق هذايا 10 نقاط في الفتره الاولى. في تفاعل حيني مع صديقنا وزميلنا ميد بالحسن، يعطيني نتيجه النجم الساحلي لشباب القيروان بعد كارتون الاول 29/16 للنجم الساحلي. كيف كيف يقولوا لي مباراة نجم الراتي وملعب النابلي وقع تأخيرها إلى حد الآن. تباعا حاولوا نعيشوكم الجولة الختامية للبلاي اوف، بلاي اوف 2017. قلنا الاتحاد المونستيري اللي عمل اللي عليه إحصائيا، سجل 19 نقطة، معدل تسجيل ممتاز قبل 9 ضد نادي الإفريقي، وتعرفوا نقاط قوة نادي الإفريقي في الهجوم، في وجود نعيم وفي وجود بشير حديدان وزياد شنوفي. في المقابل الافريقي العكس تماما، يعني في الدفاع قبل 19 نقطة، عادي تجب تقبل 19 نقطة في الدفاع، لكن المشكل في الافريقي لانه سجل كان 9 نقاط وعمل عديد التورن اوفر. انطلاق الفترة الثانية الاتحاد المونستيري بدون تغييرات إلى حد الآن، لي ستارتير اللي بداوا في اللقاء وهم راهم يكملوا في اللقاء توا، على عكس النادي الافريقي اللي الكوتش من عمعون عمل براتيكمون خمسه تغييرات من بدايه اللقاء. الكره للافريقي مختار غيازه يلعب الداخل مع هشام الزاي، والهجوم لهشام الزاي، خبره كبيره لهشام، يلعب بزوز طويل لين من عمعون، يلعب مختار وهشام. بالنظر لاصرار وليد الغربي على اللعب الداخلي مع ايفا ونجاح الاتحاد المونستيري على اللعب الداخلي مع ايفا، خلى امون عمعون في فتره في راحه ما بين الفترتين يزيد يدعم الراكيت تاع الافريقي بدخول هشام الزاهي لاغلاق المنافذ امام ايفا. هذاك علاش رينا الاتحاد المونستيري الان حاول يسدد من بعيد، وثاني وضعيه دفاعيه ناجحه للنادي الافريقي، وضعيه دفاعيه تخلي الاتحاد المونستيري يلعب ال 24 ثانيه وما يلقاش اللعب الداخلي نتاعو، وجرب التسديد من بعيد لكنها كانت بعد البزار لناجي الجزيري. اكيد بوجود هشام الزاهي والمختار غيازه الاتحاد المونستيري، ولو انه خرج الان مختار غيازه رجع بشير حديدان، ما نعرفش علاش خرج هشام الزاهي باش يغير بدل القميص بوجود هشام ومختار الاتحاد المونستيري باش يلقى روحه امام حتميه التسديد من بعيد. مالكول ماكميلان حلوه ياسر، حلوه من مالكول ماكميلان، سجل النقطه 13 للافريقي الامريكي الفرقه. هل يكون خير معوض لكايل فينيز كما قلنا محبوب الافريقي 21/13
كره ليفا ثم ناجي الجزيري يعمل لكراو ايفا لتحرير ايفا لتحرير ناجي يعمل برارو ليه ما سجلش مقطوعه من النادي الافريقي لسعد شويه طلع كره لسعد شويه حاول يمشي للعب الهجوم المعاكس لسعد شويه ما سجلش يرجع حسني سعيد وخروج كره اللي فايت النادي الافريقي حب يمشي للكونتر اتاك من مرات قليله النادي الافريقي اللي مشى للكونتر اتاك في مباراه اليوم يخرج بشير ويرجع هشام مع لسعد شويه يحاول باش يمشي اكثر للهجومات المعاكسه نلاحظوا اللي النادي الافريقي كومونس ابوندو لو ريتم قاعد ياخذ في النسق نتاعو في اللقاء قاعد يربح في لي روبو اوفنسيف مختار غيازة وهشام الزاهي النادي الاتحاد المناصري ما راهوش غير برشا في الكسوا في الايفيكتيف ولا في ليزاتاك نتاعو قاعد يعتمد على دوز اتاك من اول لقاء اليوم لا سيتياسيون دو ديامون لا سيتياسيون نتاع الهورنس نسميهم ديامون هورنس قام توا باول تغيير دخول جاد الجوادي قاعد يحاول الكوتش وليد الغربي باش يعطي ان سكون ريتم للفريق اول تعويض في الاتحاد دخول جاد الجوادي في الاثناء كان خطا ضد المختار غيازه كان فما كونتر هو من ايفا على مختار مختار كان طالب خطا الحكم ثم الخطا ثم اعطى خطا فني ضد مختار غيازه الحكم المباراه مختار يحكي معاه قال له في الجمهور هذا الكل كيفاش سمعتني ايش قلت انا ما قلت شيء لكن يبدو ان الحكم كان متاكد من غضب مختار غيازه بعد مطالبته بالخطا هذه الصوره كما هي 22 13 تعود بهجوم معاكس ايفا يحاول ايفا ثم البلاك شوت حلوه برشا من هشام ولسعد شويه بلاك شوت على ايفا مكملاً مختار غيازه ياخذ الفاول مختار ياخذ الفاول بعد الميس ماتش كروحه مع جد الجوادي وهذا التمريره وهو الميس ماتش مباشرة مختار غيازة في السويتش قاروحه مع جاد الجوادي بذكاء كبير مباشرة عمل عملية بيفو كلاسيكية وحب يدور يستغل طولقامته مقارنة بالمدافع نتاعو هذاك هو المزماتش خليه يربح الخطأ هذا أحمد تريمش كيف كيف من لاعبية الارتكاز عندهم إضافات كبيرة للاتحاد المونستيري جينيرالمون الاتحاد المونستيري يبدا بايفا على البنك ويبدا بفراس واحمد الداخل ويخرج جوليوس كولف كصانع لعب اليوم وليد الغربي في قراءته التكتيكيه ضد النادي الافريقي خلى جوليوس واحمد ريمش داخل المنطقه وبدا بايفا هذه سله اخرى للاتحاد المونستيري قاعد يعمق في الفرق رويدا رويدا السله الاخيره كانت من جاد الجوادي 24 13 وليد الغربي يعيط لجوليوس تغيير واحمد ريمش يصير احمد ريمش باللاعب الاجنبي طويل القامه اللي هو ايفا وجوليوس باش نتصور بناجي الجزيري بو غاردي ليكيليبر في الفريق هذا الاتحاد النادي الافريقي يلعب طويل يلعب طويل مع هشام ومختار معهم نعيم ضيف الله ويحاول يلعب في اللينياريير حركي بوجود الاسعد وميلان مالكولم مكملة 6 دقائق و40 ثانية على نهاية الشوط الأول 24 13 فترة ثانية للفريقين على مستوى النسق والسكورينج أسوأ شوية من الفترة الأولى هشام الزاهي يعمل ليكرون يدور الكرة لداخل ما يقدرش يمشي لسعد شوية ثم المختار غيازة يحاول يتعدى بأحمد تريمش ما يسجلش الإفريقي وجوليوس ومشي بالكرة معلم من فيصل بدي على فراس لحياني في الكرة الأخيرة مرشيد الاتحاد المونستيري وليفيت النادي الإفريقي في مباراة الأعصاب الاتحاد المونستيري يلعب الكاليفيكاسيون تاعه لنصف نهائي البطولة في مباراة كبيرة حضور جماهير كرة لمكملان تمشي لأسعد شوية يحاول يمر لأسعد شوية ويسجل عاون لأسعد منذ دخوله كان فما بلوكاج في هجوم الافريقي على مستوى التسديد من بعيد لقى الحلول من اللي درايف نتاع ميلان مالكولم مكمل عندي مشكل ديسيدمون مع اسمه ولا زعت شوي يحب لي درايف في ليزانترفال ان جوار دانترفال في ليزاتاك بلاسي اكثر منه ان جوار دو درايف كو ان شوتينغ غارد هذاك عليه رينيه فاس لا ديفونس ولا زون واحد اثنين واحد اثنين قاعد ياخذ في ليزانترفال وقاعد يعمل في لا سيكيوريتي نوميريك اوفونسيف
ناجي الجزيري ولا تسديدته في مباراة اليوم كأس المرة بركن بعد البزار. عنده الاتحاد المونستيري صحيح ما عندوش بق خارق للعادة، لكن وليد غربي عنده تشكيلة، عنده افكتيف متوازن، يعني في كل مركز عنده 8 لاعبين وفي كل مركز عنده اللازم، يعني الداخل عنده شكون، فراس احمد وايبا، لي شوتور عنده حسني وناجي الجزيري يخدم عليهم، وفي اللي درايف وقت اللي حاجته بالتوغلات عنده الجوادي وسيف اليساوي اكيليبري. لسعد شويه يحاول من بعيد ما يسجلش، ثم البشير حديدين موجود لكن مقطوعه من ناجي الجزيري. ناجي الجزيري يلعب مع جوليوس كولز، جوادي جادر جوادي وصل كره ناجي الجزيري، يخرج علينا نعيم ديفالا يقطع له كره تبقى لناجي الجزيري. دفاع طيب للنادي الافريقي في هذه الفتره الثانيه، حلوه تمريره من ناجي الجزيري لجوليوس كولز، الاسيست كان حلو برشا من ناجي، و كانت تمريره لجوليوس كولز. جوليوس كولز على عكس عادته راهو يلعب في مركز اثنين، اللي معتادين نحن نشوفوه في مركز واحد، يمكن في مركز اثنين له غالب بوسيبيليتي اكثر باش يولي ان سكورور اكثر منه منسق العاب. في الاثنين مكملا ينجح في الثلاثيه، قاعد يتحسن من المباراه الاخرى مكملا الحقيقه، رجع فريقه تحت العشره نقاط الان. ميلان مكملاً ناجي الجزيري بثلاث نقاط ما يسجلش، ثم المتابعة من أحمد تريمش ما يسجلش، موجود هشام الزي في الالتقاط. لسعد شوية حاول يكمل وحده، لسعد شوية ويسجل، قلنا لسعد شوية الحقيقة عاون برشا مرة عاون والإفريقي منذ دخوله، أعطاك البنش أعطاه شوية الحركية، كان ستاتيك برشا الإفريقي، لكن منذ دخول لسعد شوية وقع حلول، أعطاك في النسق أكثر ريتم في صحيح. جوادي فراس الحيني واحد ضد واحد مع هشام الزاي، ثم ما سجلش، موجود البشير في الالتقاط مكملا، طلع كره تمشي لسعد شويه يسكر فراس الحيني بلقطه فنيه، لا ما ينجحش، كانت صعيبه شويه اللقطه على لسعد شويه، يمشي الهجوم المعاكس اتحاد مونستيري، جوليوس كولز حاول يمر يرجع دفاع الافريقي، يبقى الامتلاك مونستيري كما قلنا قبل ثلاث دقائق 41 ثانيه 26-20 هذا جوليوس كولز. مكانة كبيرة لهذا اللاعب في قلوب أحبائي الاتحاد المونستيري، شأنها شأن نفس المكانة كايل فينيلز في النجم الساحلي من اللاعبين القليل، فما ماتيوس فيرادس فيولي عداو موسم ممتاز في السنة الفارطة، جوليوس ليحة في الاتحاد المونستيري وكايل فينيلز في نادي الفريق. هو صعيب باش تربح محبة الجمهور، لاعب أجنبي ديما يكون الحكم عليه أصعب، لانه يخلص بالديفيز، لانه مطالب شاطي اضافه فوق الافكتيف الكل، يعطي الاضافه اكثر من اللاعبين الاخرين بصفه عامه، يصير عليهم ضغط كبير، لكن كما قلت الثلاثه اللاعبين هذم اعطاو اضافه كبيره ياسر في الفرق نتاعهم، خليتهم يوليو دي ليدور تكنيك ومورال في الفرق نتاعهم، كايفينيس في الفريق اللي كنا غائب، ماتيوس فيرادس وجوليوس كولز، هذا ما يعنيش انه الاجانب الاخرين ما عندهمش مستوى جيد، لكن نحكي على الانفلونس على الجروب، تصور الملاعبيه هذوما مؤثرين برشا في الفرق نتاعهم. البطوله التونسيه ولات فيها اجانب ممتازين بحكم دربت وجي كوتوي الفرق الكل قاعدين يجيبوا، سورتو في المركز في لي جوار دو شون ولا لي باك كورت قاعدين يجيبوا فيها اجانب ممتازين كما قلت انت ربيع جوليوس كولز كايل فينيلز. السنه الفارطه نفكروا اللي في النجم الراتسي جاء لاعب كان ام بي اي ولعب عند احسن مدربين في العالم سواء باتريلي ولا فيل جاكسون ولا لاري براون اللي هو اسمه سباركر، سبق له ولعب في لوس انجلوس ليكرز بوندون ترو دار عامين في 10 نقاط في 82 مباراه مش سهل. لعب في راتس كيف نذكروا العروض الطيبه لهذا اللاعب، كنت دربته انت صفوان. جوليوس يسدد من ثلاث نقاط ما سجلش، المتابعة لمن؟ الامتلاك للافريق. ثلاثة دقائق ونص 26-20 رغم الأسبقية اللي واخذها الاتحاد المونستيري كامل هذا الشوط، فإنه النادي الافريقي رغم أنه ما لقاش الروبير تاعه في الهجوم، فإنه يحسب للافريقي أنه في المباراة ما خرجش بكل من المباراة 26-20 وامتلاك. بشير تمشي لماك ميلان يسدد من ثلاث نقاط ناقصة، المتابعة من الشاب الممتاز اسكندر البحوري قاعد ياخذ ثقة وليد الغربي كيف حتى على مستوى المنتخب اصبح التفكير فيه بشكل جدي في المواسم القادمه. اسكندر
جوليوس في راس الاحياني توس الكره لداخل احمد تريمش. هشام الزاهي ممتاز الاكسبيريونس هشام الزاهي. شوف الخبره من هشام الزاهي من غير ما ينقز عمل دو بلوك شوت على احمد تريمش من التايمينغ والبلاسمون صحيح نتاعو في الراكيت في الاثناء بشير حديدان. هذه وضعيه نموذجيه للافريقي. اثنين عمليه بلوك شوت من هشام الزاهي ثم جو ترانزيسيون التسديد على الوهله الاولى بشير حديدان وينجح. هي اول تسديده ناجحه للبشير حديدان على الكورنر الايمن. كان بحث على الكورنر في اربع مناسبات في لقاء اليوم ما سجل حتى واحده. اول تسديده ناجحه للبشير في اللقطه الاخيره تشتعل المباراه. مشوقه بين الافريقي والاتحاد المونستيري 26-22. يمر الجواد كيف يعمل في مباراه محترمه منذ دخوله كلاعب سيزيامم. اليوم هذا اللاعب يعطي في اضافه لل افريقي الحقيقه اللي دخلوا من البنك عاونوا في الافريقي في الاتحاد في مباراه اليوم لسعد مكملا او جاد الجوادي. لسعد شويه يعمل ربو مع جوليوس كولز يربح نعيم ديفالا والافريقي امتلاك جديد 14 ثانيه يتعدى مالكول مكملا. ينجح بطريقه فنيه في تقليص الفارق اربع نقاط 28-24. كره مونستيريه مباراه حلوه فيها كل شيء الفرجه الدانك البلوك شوت الجمهور الرهان. جوادي من بعيد ما يسجلش المتابعه من بشير حديدان. كيف بشير حديدان في العمليه الاخرى ما بحث انه يطلع للربو مع احمد تريمش بحث اكثر على البلوك اوت يعرف اللي يمكن اطول منه احمد عمل بلوك اوت صحيح لكن يبقى الامتلاك للاتحاد المونستيري. احمد تريمش يسدد من بعيد هذم دي سينيا الاتحاد المونستيري مشتكي حلول وقت الملاعب ارتكاز يسدد بعد تمريره ثانيه من ثلاث نقاط لو تميرة بشير حديدين نعيم ديفالا ثم اسكندر البحوري موجود في الالتقاط. دقيق على نهاية الشوط 28-24. جوليوس يتردد جوليوس كولز معه لسعد شوية الجوادي حاول يهز الكرونومتر ال 24 ثانية لاتحاد المونستيري. فراس الأحياني سدد ينجح. فراس الأحياني حسن برشا في التسديد المتوسط اللاعب هذا إلا كان يلعب الاتحاد المونستيري في المنتخب في مواسمه الاولى كان ملاعب اكسبلوزيف يمشي للكونتر اتاك يعمل البلوك شوت يعمل الدنك كان نفسه الادريس في التسديد المتوسط قاعد يخدم على النقطه هذه وقاعد يحسن فيها ربح اكثر دو لا ماتوريتي تكتيك في اللعب نتاعو. هشام الزاهي يمشي الكره لماك ميلان يسدد ماك ميلان ثم المتابعه اللي فايت الاتحاد المونستيري ياخذ كره في راس الاحياني احمد تريمش 16 ثانيه على نهايه الشوط 30-24. حاول الاتحاد المونستيري يكمل بوسيسيون الكل مش ما يعطيش كره اخيره للافريقي قبل نهايه الشوط. جوادي جاد الجوادي يحاول يمر ينجح قبل ثانيه مع البزار يعطي اسباكيت 8 نقاط 32 الاتحاد المونستيري 24 النادي الافريقي. هذا الدرايف الاخير كان مع البزار لجاد الجوادي ريبلاي سمير العجيبي مخرج اللقاء ونهاية الشوط 32-24. يلا راحة مع استوديوهاتنا المركزية ونرجع للمونستير لمتابعة الاتحاد المونستيري النادي الافريقي. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم إلى الشوط الثاني من مباراة الاتحاد المونستيري النادي الإفريقي. نذكركم نلعبوا الجولة الأخيرة لمرحلة بلاي أوف 2017، لقاءات مهمة في البرنامج لكل من التحق بنا الآن. الشوط الأول انتهى لفايت الاتحاد المونستيري 32-24 وهذه أولى سلاتة الإفريقي الاتحاد المونستيري من أجل المرور للمركز الرابع في حواره غير المباشر مع الملعب النابلي. وشبيبة القيروان جولة غنية بالرهانات كيف كيف رهان المركز الأول بين النجم الراتسي والنجم الساحلي في حواراتهم بالتوازي مع شبيبة القيروانية والملعب النابلي. الاتحاد المونستيري الفريق الوحيد بالثلاثة اللي موجودين في المركز الرابع اللي عنده مصيره بين يديه يعني يفوز اليوم على النادي الافريقي يمر كرابع في هذه الجولة الختامية كما قلنا بين الاتحاد المونستيري النادي الافريقي شبيبة القيروان النجم الساحلي والنجم الراتسي الملعب النابلي 32-26. مرحبا بك صفوان الفرجاني. مرحبا بك ربيع. شوط ثاني اذا بعد شوط اول هنا فترة اولى على مستوى النسق جيدة فترة ثانية
طاح شويه الريتم. كيفاش تتوقع الفتره الثالثه صفوان؟ كما قلت بدايه ممتازه في اللقاء للنادي الاتحاد المناسيري، من بعد نادي الافريقي رجع بشويه بشويه في اللقاء، كونتي لا غاني دو ريتم، حسن في الدفاع نتاعو. فترة ثالثة نتصور فيها اللقاء ماهوش السكور ماهوش يبعد على بعضه، باش يقعدوا في 6 بونتو 5 بونتو. راهو في النادي الافريقي يتعامل بالكدا مع دفاع المنطقة توا في بداية الربع الثالث، اللي الكوتش وليد الغربي ما غيرش في الدفاع من اللي بدا اللقاء، اعتمد دفاع منطقة لازون ماتشاب 1-1-2-2. راهو النادي الافريقي كيف ما غيرش الدفاع نتاعو، قاعد في دفاع رجل لرجل. نشوفوا قاعد الجرينيوت بشويه بشويه في السكور، من 4 نقاط ل6 نقاط ما بعدش على بعضه، ما طلعش السكور اكثر من 10 نقاط. هذاك عليه قلنا اللقاء نتصوروا باش يكمل حماسي لاخر دقائق واخر ثواني. الستارتير تاع النادي الافريقي مع بدايه هذه الفتره الثانيه، بشير حديدين زيد شنوفي لسعد شويه مروان لغنش مختار غيازك سنتر الاتحاد المونستيري اسكندر البحوري ايفا فراس لحياني سيف العيساوي وجاد الجوادي. 6 نقاط للاتحاد وامتلاك جوادي. سيف العيساوي يلعب مع ايفا، عمل لقاء جيد ايفا اليوم. ايفا مع مختار غيازة، التسديد من بعيد فراس لحياني ما يسجلش، يعمل الامتلاك يربح الامتلاك، يعمل ريبون مروان لغنش نصعد شويه بشير حديدان مختار غيازة مروان لغنش تمشي الكره اللي فايت نصعد شويه ثم تعود بشير حديدان نصعد شويه يسدد المسافه متوسطه ما يسجل. مردود جيد نصعد شويه منذ دخوله في الافريقي عام برشا خماسي منامعون. سيف العيساوي كبلاي ميكر لين سيف فراس لحياني يعمل ليكرون ايفا يطلب كره ما ياخذهاش يتعدى تمشي كره للجوادي يتحرر يسدد من لاكس من 3 نقاط وينجح. عمليه واضحه انه متدرب عليها الاتحاد المونستيري لتحرير الجوادي على مستوى المحور. سدد من 3 نقاط كيف جوادي عمل لقاء جيد اليوم. بشير حديدين زياد شنوفي مروان لغنج شنوفي بشير حديدين يسدد من مسافه متوسطه ما يسجلش. موجود فراس لحياني في الالتقاط ثمين فراس لحياني وايفا اليوم في الراكيت. ايفا فضل السلات اللي عملهم في الشوط الاول تسبب ان جوليوس كولز يقعد برشا على البنك بالنظر للفورمه نتاع ايفا اليوم. فراس حاول يضرب على المربع ما يسجلش. المتابعه من زياد شنوفي طلع كوره مروان لغنج لاعب السابق للاتحاد المنستير لعب عامين ونصف المستير مختار غيازة تمشي كره بشير حديدين دور كره مليح في الافريقي. بشير حديدين تخش كره لبرا ايمان داوت بتحرير مروان لغنج اللي ما سددش تعاود ترجع مره اخرى لبشير حديدين. زياد الشنوفي متحرر اون اوبن شات يسدد وما يسجلش. سيف العيساوي يعمل ربون نادي الافريقي قاعد يهز في هجوماته كل ال 24 ثانيه. عامل ممتاز النادي الافريقي في الهجومات، اما يمونكو غير يصير قاعد يلعب بكدا ضد الدفاع، قاعد يلقى في الديكالاج صحيح، قاعد يلعب بكدا ضد الدفاع المنطقه. الاتحاد المنستيري على عكس النادي الافريقي الى الى غير يصير براتيكمون لي تير 50% 40% من لي تير نتاعو قاعد ينجح فيهم. قاعد كيف يعتمد برشا على لاعب في مركز 4 و5 كما قلت انت ربيع كسوا ايفا ولا في راس لحياني. كره الاتحاد المنستيري سيف العيساوي وصل كره الجوادي مقطوعه من مروان لغنج تمشي لبشير حديدان لسعد شويه يخرج عليه العيساوي تعود لبشير حديدان دينامو الفريق بشير حديدان مروان لغنج لسعد شويه زياد الشنوفي البحث على الكيروفيري البحث على التسديد من بعيد اللي ما لقاش النادي الافريقي. النادي الافريقي في الآونة الأخيرة يعمل في اللازم على مستوى التطبيق نتاع 24 ثانية، لكن عنده مشكل نتاع أدريس وعنده مشكل نتاع ديكلاش في الوضعية الأخرانية. دفاع جيد الاتحاد المونستيري في شوط ثاني وفترة ثالثة مع 9 للاتحاد مقطوعة من الأسعد شوية يمشي للفاست بريك. الأسعد شوية اختصاصه الفاست بريك ينجح 99% من حظوظ تسجيل في هجومات معاكسة تكون لأسعد شويه وقت ينطلق في الهجومات المعاكسه. ذاك اللي بحث عليه منى معون بيقحمه لأسعد شويه كان ناقص نسق الافريقي يلقاه مع دخول الأسعد 37-30 اسكندر البحوري
اسكندر البحوري يحاول يتعدى يسدد من بعيد ما يسجلش. المتابعه مختار غيازه موجود في الركات. مختار غيازه ثم مقطوعه مره اخرى للاتحاد المنستيري. كانت رولانس غالطه من النادي الافريقي. التسديد من ثلاث نقاط. اسكندر البحوري ينجح. واحد من شباب الاتحاد المنستيري لقاء تعويل عليه في هذا الموسم قاعد يربح في الثقه من لقاء لقاء من جوله لجوله. يربح في الثقه في روحه وقاعد يربح في ثقه مدربه وجماهيره. كيف اسعد شويه يحاول يمر وصل كره المختار غيازه ما كانش ينتظرها المختار غيازه التمريره الاخيره. اسكندر البحوري يرجع مروان لغلج والخطا في العمليه الاخرى. كانت ما كانش ينتظر التمرير المختار غيازه كان تفاجئ بالتمريره الاخيره. هاي الريبلاي تتعدى لسعد شويه فيكسه وسدد المختار غيازه ما كانش ينتظر التمريره على ذيك ما سجلش. تايم اوت بعد البلوش ديس اللي خذاه الاتحاد المنستيري في هذه الاجواء التي لا توصف هنا في المنستير. جمهور ممتاز اتحاد المنستيري مصالح شيكون بالمعبية. اجواء ممتازه في الصاله. كما سبق وتحدثنا على النادي الافريقي قاعد يتعامل بصفه ممتازه مع احصائيات صفوان. الاتحاد يدور في 79% والنادي الافريقي يدور في 62%. هذا اللي بترجع نحكي عليه. النادي الافريقي قاعد يتعامل بطريقه ممتازه ضد دفاع المنطقه. ما عنده مشكله في الكونكريتيزاسيون ولا في الريوسيت. قاعد يطول في الهجومات نتاعو 24 ثانيه قاعد يفيكس الانترفال. المشكله في لادرنيير ولا لادرنيير باس ولا لادرنيير اكسترا باس اللي هي ماهيش قاعده تصير كونكريتيزاسيون كوريكت في الهجومات. 40-30 ثلاثة دقائق و 53 ثانية على نهاية ثالث الفترات. هذوم التوب سكورر ايفا دون مفاجآت. توب سكورر في المباراة 12 نقطة وراه الجوادي اللي ما كانش ستاتير كان سيزيمو مسجل 9 نقاط. ماكميلان بسبعة ولسعد شوية بسبعة. كيف لسعد شوية توب سكورر في الافريقي وبداع البنك. يعني الباتش بوينتس قاعد يمشي مليح. اللي يجيو من البنك في المستير ولا في الافريقي قاعدين يعاونوا. هذه الاستنتاج من خلال لوحة الإحصائيات. 40-30 ميجي الجزيري ايفا مع مختار غيازه. دويل حلو بين ايفا والمختار غيازه ينتهي للكونغولي. كونغولي الاتحاد المنستيري قاعد يخفض يسوق شوي بشوي في الراكيت على كامل المباراه. النقطه 14 في رصيده من اصل 42 نقطه. نعيم ديفالا وصل كره للمختار غيازه يعمل الفانت لكن موجود ايفا رغم انه كانت موجوده المراوغه لكن في سديته هكا ما يدو خلال الكرة. إيفا ماجي الجزيري حاول يحرر. ماجي الجزيري فاريست شونغانيا سيف العيساوي يبحث على إيفا مع نعيم ديفالا. حوار كبير بين نعيم وإيفا. تسديد بعيد ناجحة من ثلاث نقاط. اللي فايت ملاعبي جاب نقاطه معاه من البنك على غرار الجوادي. البنش بوينتس قاعدين يعطيو في نفس لوليد الغربي وللاتحاد المنستيري وتخلي الاتحاد ياخذ بلوس 15 اعلى فارق في المباراه مع 15 45-30. التسديد من بعيد ينجح زياد الشنوفي ببرود الدم. وافريقيا رياكسيون في العمليه الاخيره بعد ثلاثيه اسكندر البحوري. زياد الشنوفي اونتيروفير وحده سدد ببرود الدم وعاود يرجع الفارق الى مستوى سلبي 12. سيف العيساوي معه ماكميلا تمشي لاسكندر البحوري. ثقة كبيرة الآن في إمكانيات اسكندر البحوري. سيف العيساوي البوست اند بوب لإيفا يحاول يتعدى يسدد من بعيد ما يسجلش. المتابعة والحوار ينتهي في دينا الطويل طويل القامة. مختار غيازة أطول لاعب في المباراة. ماك ميلان نعيم ديفالا مع فراس الحياني بخبرة نعيم ديفالا ياخذ الأنوان ياخذ ذاكور دي بلوس فوت ياخذ الأنوان يسجل وياخذ البونوس. نعيم ديفالا في وضعية صعيبة كان راجع عليه فراس الحياني وإيفا وأونتر دو بين الاثنين بسيركس شوت كما يقولوا في الان بي اي يسجل تير اكروباتيك اكروباتيك. احنا هكا انت بالفرنسي وانا بالانجلي اما نورمالمون نحكيو بالعربي. يا خمسة قولوا سلة بهلة وانا يلا. نعيم ضيف الله امتلاك ذو ثلاث نقاط بالنسبة لنعيم ضيف الله. الاكسبيريونس تاع نعيم وزياد وهشام ومختار غيازة يلعب بالخبرة. منى معون في الآونة الأخيرة يحاول يرجع في المباراة بعد النجاعة الكبيرة للاتحاد المنستيري. سيف العيساوي ناجي الجزيري مع زياد الشنوفي حاول البوستان توب يبحث مرة أخرى على شونغانيا لكن كانت تقريبا واضحة العملية وتفطن الدفاع الأفريقي في الأثناء خطأ ضد الاتحاد المنستيري.
ولفئه الافريقي. كانت العمليه الاخرى البوستان توب تعديت في مرحله اولى منذ دقيقه تقريبا، المره الثانيه كانت تفطن الافريقي العمليه هذه، ليكرون يدور في بلاصته ياخذ كره ايفا خذها المره الاولى وسجل، مره ثانيه تفطن الدفاع الافريقي. يخرج فراس لحيني، يدخل احمد تريمس، لاعبيه تقريبا في نفس الطول نفس البروفيل نفس المركز. في المقابل الافريقي يلعب هشام الزاهي ونعيم ظفالة داخل المنطقة. نعيم ظفالة مع ناجي الجزيري، حاول يتعدى ناجي الجزيري بحكم انه اطول منه، يلعب مع الاسعد شويه، يمشي للتوغل الاسعد ما يسجلش، احمد تريمش يعمل ريبو وسيف العيساوي كبلاي ميكر. الان عيساوي تريمش، اسكندر البحوري مع هشام الزاهي، سكر مليح هشام، كرة لإيفا، مازال بعض ثواني في الهجوم، التسديد، ثم خروج كرة لفايت النادي الإفريقي. لاحظوا النادي الإفريقي قاعد قريب في السكور، ما بعد 15 نقطة طيح السكور، خذ 6 نقاط على التوالي، نجح دفاعيا. الاتحاد المنصري لاحظوا ماهوش مستقر هجوميا، ماهوش قاعد يستغل في إيفا في داخل السلة، راهو إيفا تو براتيكمون يلعب على خط 3 نقاط. هذا مما جعل النادي الافريقي يرجع في السكور التسع نقاط تو. زيد شنوفي ينجح، عمل 9-0 النادي الافريقي، 9-0 للافريقي، يعني زوز رميات ثلاثيه لزياد الشنوفي وسلب 3 نقاط لنعيم ديفالا وقت اخذ الانوان، تخلي الافريقي يرجع في المباراه من الا 15. ثم يعاود الاتحاد المنستيري يسترجع 9 نقاط بعد تسديدة ناجي الجزيري، مباراة حلوة في ثوانيها الأخيرة، أصبحت سلة بسلة هذه المباراة مع الأدريس اللي ولات موجودة في الإفريقي في الاتحاد المنستيري. اسكندر البحوري سجل، ناجي الجزيري سجل، زوز بالثلاثة، والإفريقي كيف كيف زاد شنوفي سدد مرتين ونجح مرتين من خارج المنطقة. 7 ثواني على نهاية الفترة الثالثة، منكم سيف العيساوي. سنوات كيف كيف سيف في اكابر الاتحاد المنستيري يخدم في صمت، سيف مؤثر في الفريق، يلعب الكرة السلة السهلة سيف العيساوي. 7 ثواني سيتواسيون سبيسيال ولا للافريقي، شوفوا كيف شفتوها هشام الزاهي في الروميز اون جو، دفاع عالي لسيف العيساوي على ماك ميلان، بريزا دو على ماك ميلان صانع اللعب، هذاك هشام الزاهي يبحث على الشنوفي، الشنوفي سدد قبل 4 ثواني كاد انه يسجل مع التمريره نتاع هشام الزاهي، ثم التسديد من بعيد لناجي الجزيري لتنتهي ثالث الفترات 48-39، وفات 9 نقاط لفايت الاتحاد المنستير. وقت اللي تحضر النجاعه، وقت اللي تبدا فما نجاعه نلقاو ثم هجومات، نربحوا في الهجومات. نشوفوا الاتحاد المنصيري خذا 15 نقطه، وقت اللي حضرت النجاح من النجاح من 3 نقاط ولا الى جوي سيغ لو جوغ انتيغيغ نتاعو كو ايفا ولا مركز اربعه، على عكس ولا في النادي الافريقي لاحظوا اللي وقت اللي حضرت النجاح من الشنوفي في 3 نقاط رجع في السكور، هذاك ما خلاه اللي ما بعدش 15-16 نقطه، السكور ديما قاعد قريب تحت 10 نقاط النادي الافريقي. هي باستثناء الفتره الاولى اللي اخذ فيها الاتحاد المنستيري 19-9، الفتره الثانيه والفتره الثالثه متعادله بين الافريقي والاتحاد المنستيري، ديما 1-2. قاعد يصرف الاتحاد المنستيري من البريك اللي عمله الفتره الاولى 19-9، قاعد يجري في ال 10 نقاط هذوك اللي خذاهم في الكارتون الاولاني. بعد الفتره الثانيه والفتره الثالثه ما فماش فريق سيطر على الفريق الاخر، لي كارتون متعادلين، لكن النتيجه ديما بين 8 و9 نقاط، لانه الاتحاد المنستيري كان خذا بلوس 10 مع الكارتون الاولاني. البدايه طيبه في اللقاء، خذا عمل البريك مع بدايه الفتره الاولى، ومن بعد النتيجه تقريبا متعادله في الفتره الثانيه والفتره الثالثه. انطلاق فتره المباراه الرابعه كما قلنا في ختام بلاي اوف 2017، نشكر كل الفرق التونسيه على اداء طيب، ثم حتى فريق ضعيف رغم انه شباب القيروان يلعب شباب، ورغم اللي عمل بدايه بلاي اوف صعيبه ياسر، كان عمل كامباك في الجولات الاخيره، امن بحظوظه الى اخر اللحظات. ملعب النابلي كيف كيف بعد سنوات صعيبه يرجع الملعب النابلي والشارم نتاع الملعب النابلي في قاعته، التاكيد من النجم الراسي النادي الافريقي
والنجم الساحلي لمستوى المواسم الفارطة، وكيف كيف الاتحاد المنستيري رغم أنه قعد الجولة الأخيرة الاتحاد المنستيري في صراعه ومع الملعب نابلي وشبيبة القيروان من أجل المركز الرابع، وذلك التشويق اللي أعطاه نكهة لفليوف 2017. تحية لكل الفرق التونسية. كرة الاتحاد سيف العساوي 51-42 مع السلة الأخيرة للإفريقي إيفا، البحث على اسكندر البحوري يخرج عليه زيد الشنوفي، ثم ناجي الجزيري سدد مع البازول وينجح. كنت أحكي لكم على نجاعة ناجي الجزيري وحسن سعيد في التسديد من 3 نقاط، من الحلول اللي يتمناها المدرب أن يكون عندك ناجي الجزيري وحسن سعيد يكونوا في نار كبير يمشيوا في 60 و50%. اليوم ما ريناش برشا حسن سعيد، ما خذيش برشا وقت لعب. في المقابل ناجي الجزيري ناجح من 3 نقاط. ما ريناش برشا جوليوس، ما ريناش برشا جوليوس لأنه إيفا قاعد يخفي برشا طونجو. 54-42 جزيري أحمد تريمش، ناجي الجزيري يخرج عليه ماك ميلان، تمشي كرة لإيفا، ترجع لناجي الجزيري يحاول يمر ناجي الجزيري، فما كان بريزا 3 على ناجي الجزيري خليته ما يلعبش التمرير الصحيح على مستوى الكورنر الموجود اسكندر البحوري اللي سدد دون كاتاستروف ما يسجلش، وفما خطا معلن من فيصل بداي على شكون على هشام الزاهي، الخطا الاخير مع 12-54-42 نلعبوا الفتره الرابعه ونلعبوا ختام البلاي اوف. تيليك للاتحاد بالميزون جو، ناجي الجزيري إيفا، إيفا يلعب مع أحمد تريمش، ثم سيف العساوي وصل كرة لإيفا يسدد وينجح. أفضل مباراة لإيفا منذ تقريبا أسابيع وأسابيع، وهو التوب سكور في المباراة ككل. إيفا اليوم مقطوعة من دفاع الاتحاد، يخير يمشي لاتاك بلاسي، سيف العيساوي يخير الهجوم المركز. اتحاد مونستيري ياخذ 14 نقطة، ما يحبش يطيح في التسرع. إيفا يسدد من 3 نقاط، إيربول تبع كرة هشام الزاهي واسكندر البحوري والبشير عبدتين وأحمد تريمش. شوفوا اتحاد مونستيري بلو ديتيرميني في اللحظات الأخيرة، اغريسيف راهو اللاعبين على كل كره، هما الاولانيين. نشوفوا لا ريوسيت نتاع إيفا اللي قاعد يعمل في لقاء ممتاز كما قلت ربيع، راهو في الدفاع، راهو في الاثير هذا ميديسونس، راهو في الالتقاطات الهجوميه. هذا اللي خلى السكور يطلع ال 14 نقطه، واللي يخلي المدرب راموني ياخذ وقت مستقطع بوغ سو ريسيزير. نادي الافريقي هجوميا ماهوش قاعد في مباراه كبيره، 42 نقطة، عودنا بإحصائيات أعلى من هكا بعد 33 دقيقة لعب. الإفريقي ملقاش تسديدات البشير حديدين من بعيد، والإفريقي بصفة عامة كيغيب عليه كايل فينيلز يخسر شوية من طاقاته الهجومية وإحصائياته الهجومية. 56-42 مع 14 الاتحاد المونستيري، نذكركم الاتحاد المونستيري معني بأمور المرور لنصف نهائي البطولة في حوار غير مباشر مع الشبيبة القيروانية والملعب النابلي، لكن الاتحاد المونستيري متفوق على الشبيبة والملعب النابلي لأنه الفريق الوحيد اللي مصيره بين يديه، يعني لا ينتظر نتائج أخرى، يكفيه الفوز اليوم على النادي الإفريقي باش يمر المركز الرابع. ومن هنا فهمتوا التونسيون الموجودة والجماهير والرغبة الكبيرة نشوفوا فيها والجرينتا على الاتحاد المونستيري. في المقابل الشبيبة القيروانية تواجه النجم الساحلي في سوسة على أمل انتصارها على النجم مع هزيمة الاتحاد، وكيف كيف ملعب نابلي معني كيف كيف هو رابع، لكن ملعب نابلي يجب ينتصر في رادس وينتظر سوسة هزائم، واحدة للاتحاد واحدة للشبيبة. هذه رهانات البلاي اوف في ختامه ليفسح المجال للمنتخب. ما يعطينا نصف نهائي النجم الراتسي ضد الاتحاد المنستيري والا شبيبة القيروان ولا الملعب النابلي، ونصف النهائي الثاني النجم الساحلي ضد النادي الافريقي.
هذا اذا يفوز النجم الراسي في لقائه امام شبيبه امام الملعب النابلي ويكمل الاول يولي الاول الكروازي الرابع والثاني يلعب الثالث. النادي الافريقي باش يكمل الثالث يعني باش يستقبل في كل الحالات الثاني يا النجم الراسي يا النجم الساحلي. كل السيناريوهات ممكنه مع نهايه هذه البطوله. وتحيه لكل الفرق اللي لعبت حظوظها الكل للدقائق الاخيره من عمر هذا البلاي اوف. 56 43 7 دقائق على النهايه. 13 نقطه للاتحاد المنستيري. مالكون ماكميلان زيد شنوفي وسكوره هشام الزاهي فما ميز ماتش بس تغلوش لعب البرا مع بشير حديدان رغم اللي كان في واحد ضد واحد مع ناشي الجزيري. مالكون ماكميلان بشير حديدان مالكون ماكميلان بشير حديدان ماشي بالكره معلن ضد النادي الافريقي ومالكون ماكميلان تورن اوفر واحد اخر ضد النادي الافريقي في مباراه اليوم. دفاع جيد الاتحاد المنستيري دفاع خلاه سكر المنافذ على الافريقي وعلى حلول الافريقي المعروفه نعيم هشام بشير زياد ويخلي الافريقي في 43 نقطه فقط بعد تقريبا 35 دقيقه لعب. تغيير دفاع النادي الافريقي غير دفاع 1-2-2 احمد او سيف العيساوي مع ماكميلان احمد تريمش مع نعيم ديفالا تعود مره اخرى سيف العيساوي سدد من ثلاث نقاط. المتابعه لمن للاتحاد المنستيري يعاود يربح 14 ثانيه الاتحاد. كما سبقت وقلت الاتحاد المنستيري في الدقائق الاخرانيه اللي لاحظوا بلو ديترميني من النادي الافريقي لاحظوا هو الاولاني على الالتقاطات الهجوميه هو الاولاني في الديوال. نعيم ديفالا سدد من مسافه متوسطه وينجح لاعب للامانه. نعيم ديفالا يلعب على مستوى 11 سنين على التوالي حسب رايي ستاتيستيك نتاعو ستابل الاداء نتاعو ستابل ما يعملكش مباراه كارثيه حتى كي يبدا مش في فورما ما يعملش مباراه كارثيه. نعيم ديفالا فاهم روحه الملاعب كويرو مع روحه ما يمشيش التسديد من غير ما يقول المدرب راك ما عادش تسدد راه التسديد مش ماشي معاك وحده يبدل الريجستر نتاعو واللي يسدد مسافات متوسطه ما يمشيش تسديد مسافات متوسطه يهبط لوطا الراكيت ويلعب لان كونترا بالظهر ويجيب الاخطاء لاعبي مدرب نفسه وممتاز نعيم الحقيقه. الريجستر اللي يلعب فيه ما بدلوش نعيم دي فرما من اللي بدا مع النادي الافريقي من اللي كان شاب نذكروا اللي كانت عنده تجربه في البطوله المصريه ومن بعد رجع للبطوله نادي الجيش نادي الجيش هاي. 10 نقاط وامتلاك للافريقي بعد الخطا الاخير اللي طبيعه الخطا الافريقي يربح الامتلاك بعد الرميه الحره. مازالوا 6 دقائق وثانيه مباراه مفتوحه على كل السيناريوهات. مالكولم ماكميلان ميمو فراس الاحياني يعمل لكرون بشير تمشي كره نعيم توصل هشام الزاهي يخرج عليه فراس تبقى الكره عند هشام الزاهي. مالكولم ماكميلان بشير حديدان يبحث عن تسديد من ثلاث نقاط يسدد وما يسجلش موجود سيف العيساوي في الالتقاط. فراس الاحياني سيف العيساوي فراس الاحياني نجي الجزيري سيف العيساوي كره للعقد الان حسني سعيد قعد برشا على البنك اليوم. حسني نجي الجزيري يلعب بجوج ملاعبيه تحذق التسديد من بعيد وليد الغربي اليوم نجي الجزيري وحسني سعيد ويلعب الداخل بفراس الاحياني وايفا وسيف العيساوي بوليفالون يعني الاخطار نجم يجيب من المراكز الكل الان في الاتحاد المنستيري. تغيير دفاع اللي قلق شويه الاتحاد المنستيري هجوميا في لي تروبوسيسيون الاخرانيين ربح بهم ثلاثه هجومات النادي الافريقي. مالكولم ماكميلان الامريكي على ذكر امريكا تنطلق اليوم الاول ستار جيم اللي مغرومين شويه بالان بي اي فرصه كبيره بشير حديدان ينجح وستار ويكاند اليوم الكونكور نتاع الدان ثلاث نقاط والدان ستيف كيري مش باش يشارك في الكونكور تاع ثلاث نقاط لكن موجود جن واحد اخر هو كلي تومسون سبلاش براذرز سيف العيساوي يخرج للكرون يطلب كرة داخل فراس الاحياني ما ياخذهاش تمشي على مستوى الكورنر تسديد من بعيد من ناجي الجزيري يعاود ياخذ هذا الروبون فونسيف الثاني على التوالي ياخذ سيف العيساوي اللي هو بلاي ميكر وقصير ياخذ مرتين الكرة الثانية تحت سلة الافريقي فما مشكل تاع بلوك اوت في الافريقي. حسني سعيد ايفا التسديد من بعيد ايفا هيربول يتبع الكرة ناجي الجزيري ونعيم ديفالا في توقيت 4 دقائق و23 ثانية
على نهاية المباراة. الاتحاد المنستيري متفوق 8 نقاط. ذكر الاتحاد المنستيري وسط الأسبوع فاز في نفس اللقاء على نجم الساحل في مباراة صعيبة على الاتحاد المنستيري. سيف العيساوي إيفا ثم مقطوعة من زياد الشنوفي يمشي للفاست بريك. زياد الشنوفي يرجع معها إيفا ويعمل الدانك لو من زياد حرك شوية زياد الشنوفي. كما قلنا تغيير الدفاع نتاع النادي الافريقي اللي لاحظوه في 15 نقطة زياد الشنوفي لقاء ممتاز. زياد الشنوفي تغيير الدفاع نتاع النادي الافريقي عطى ديزيكيليبر اوفنسيف هجومي للاتحاد المنستيري ربح به 4 ولا 5 بوسيسيون اللي جسمهم هجوميا من اللي خلاه يرجع من 15 نقطة إلى 6 نقاط. وفريق رياكسيون معروف النادي الافريقي من الفرق القليل في تونس اللي مهما كانت النتيجه اللي متاخر بها فانه في كل مره يعمل كامباك. يعني النادي الافريقي ما فماش مباراه خلى عليه فريق 16 و17 و18 نقطه وكمل مباراه كامله منظم 20 نقطه. ديما يعمل رياكسيون النادي الافريقي مهما كانت النتيج تاع مبارياته مهما كان متاخر ديما سي اون ايكيب رياكسيون ديما ترجع في المباريات بصفه عامه. الكاليتي نتاع اللاعبين تخول الذهنيه خاصه الكاليتي الفريق باش يرجع في اللقاءات الكل كي راهو الخمسه لاعبين ولا سته لاعبين. شوف الخبره الكبيره هشام زياد خبره كبيره في الفريق صحيح. هذاك علاش وليد الغربي حس بالخطر وطلب التايم اوت بعد الكامباك اللي عملوا الافارقه خاصه بعد ما تحركت احصائيات بشير حديدان وبعد ما تحركت احصائيات زياد الشنوفي يرجع من سلبي 15 في مرحلة أولى عمل 9-0 9-0 بعد رميتين للشنوفي ووحدة كورتي بلس فوت النعيم ثم لين بعد الفاست بريك الأخير اللي نجح في زياد شنوفي يرجع إلى مستوى 6 نقاط الإفريقي 56-50. كرة الاتحاد المنستيري في رأس الأحياني ينجح طلع فارق 8 نقاط لين مالكول ماكميلان كصانع لعب ماريناشي برجع في الشوط الأول خير ماكميلان والشوط الثاني مارتول ماكميلان يخرج عليه سيف العيساوي اسكورة نعيم دي فالا شنوفي يخرج عليه كراس لحيني هشام الزيهي من اليمين لليسار البحث على بشير حديدان في الكورنر بشير حديدان يمشي للدرايف ما سجلش المتابعة تبقى للافريق بشير حديدان مع كراس لحيني الخطأ نعملوا طلع على رصيد الأخطاء ماهوش كبير بالكل رغم الانتونسيتي تاع المباراة ما فما حتى ملاعبي مازالوا 23 ثانية ما وصل الخطا الثالث الا الان خطا ثالث في راس لحيني كل اللاعبين بين خطا خطا وهذا مؤشر يا الفرق ما عملش دفاع بالكل يا تعمل في دفاع مركز دون اخطاء ما جينيرالمون وقت ما عادش فما برشا اخطاء في مباراه يكون سكور عالي لكن لهنا سكور متوسط وما فماش برشا اخطاء توري الفريقين مش مركزين برشا على مستوى الادريس جينيرالمون مباراة ما فماش برشا اخطاء يكون السكور عالي لانه الدفاع مش قوي فماش لانه ما فماش دفاع في كرة السلة افيكاس 100% ماهوش موجود على كامل المباراة فما فترات كان فيهم دفاع افيكاس لكن على كامل المباراة ما فماش تكون رصيدك بتاع الاخطاء ضعيف هو ما عمل دفاع قوي الا يفسروا انه الادريس ناقصة شوية في الفريقين. مالكول ماكميلان سد من بعيد ما سجلش كراس تحيين يعمل روبو نجي الجزيري 3 دقائق قربنا الماني تايم مباراة بمثابة النهائي للاتحاد المنستيري يلعب مروره لنصف النهائي في لقاء اليوم. نجي الجزيري سيف العيساوي سدد من 3 نقاط سيف العيساوي ما سجلش موجود زياد شنوبي في الروبو في الالتقاط كالعادة بلاي ميكر مايكل ماكميلان يبحث عن نعيم ديفالا يلقاه هشام الزاهي زياد شنوفي بشير حديدان كرة دور للبرا مليح وتوصل داخل نعيم ديفالا تعامل ممتاز يمين يسار ان اند اوت صار الديكلاج على نعيم ديفالا في نادي افريقي يرجع لمستوى سلبي 6 نقاط كرة دارت مليح وعطت لامبرسيون انها باش تفوت تسديده من بعيد على ذاك الاسيست كان ثمين لنعيم ديفالا ويقعد في دفاع المنطقه 1-2-2 للنادي الافريقي واحتسب السلة للاتحاد المنستيري مع الخطأ لأفضل لاعب في المباراة إيفاريست شون غانيا بثوب إيفا اللي نعرفوه في الملعب النابلي لأنه في الاتحاد المنستيري ما عملش نفس الأداء اللي ريناه مع الملعب النابلي إيفا صحيح
صحيح ما خذاش نفس الوقت اللعب، صحيح فما الاصابات، لكن اليوم الديرك ايفا يمكن في اهم مباراه الاتحاد المنسيري في الموسم. 60-52 مالكولم ماكميلان، هشام الزاهي، مالكولم ماكميلان، ثم نعيم فيفالا توصل البشيره حديدين، المره هذه ما سجلش بنفس طريقه الهجوم الفارق لعب فريق النادي الافريقي، سجل قبيله نعيم، الان بشير ما سجلش. دقيقه و 52 ثانيه مع 8 وامتلاك الاتحاد المنستيري. ايفاريست شونغانيا ينجح افضل مباراه ليه في الموسم، ايفا صحيح كان فما توجه من وليد الغربي، واضح انه على اللاعب الداخلي مستوى التحضير بحث اليوم على تركيز هجوماته، على الاقل زوج هجومات على الثلاثه، دو على التروبوسيسيون توفى الداخل بالنسبه للاتحاد المونستيري، بحث على ايفا داخل المنطقه وين موجود نعيم وبشير وهشام ومختار، ورغم ذلك لعب بالداخل لانه يعرف وليد الغربي اللي عنده دو كاشات اللي هما ناجي جزيري وحسن صعيد. لكن من مشاكل الاتحاد المنسيري في المواسم السابقه الكل انه وقت لعب الارتكاز وقت يكون بريفيزيبل، يسدد كان من بعيد، ما يمشيش تسديد من بعيد، فريق يقف. المره هذه خاف وليد غربي، يقول لك نامن نلعب الداخل مع ايفا، واذا جات تسديده من بعيد ما فيها باس. هذا اللي يفكر فيه وليد غربي وناجح فيه لحد الان، والدليل هاكم تشوفوا في الجدول الاحصائيات، ايفاريست شونغانيا سجل 23 نقطه من 62، يعني ثلث نقاط فريقه في هذا اللقاء. شفناه في الريجيستر الكل، شفناه لي درايف باس وبانيه، شفناه يلعب بظهره للسله، شفناه في لي تير مي ديستانس ولا لي تير مي تروا بوان، شفناه في الالتقاط الدفاعيه وفي الالتقاط الهجوميه كذلك. في المقابل الافريقي لقى نجاعه مع الشنوفي، لكن ما لقاش النجاعه الخارجيه بصفه عامه مع اللاعبين اللي تسدد من بعيد. زياد الشنوفي سدد من ثلاث نقاط، منعم عون يحاول يلعب على الثوابت نتاع مباراة اليوم، عندهم لاعبي متعدي مليح في التسديد من بعيد، زياد الشنوفي قاعد يكسي في الهجومات نتاعو، اللاعبي اللي ناجع في التسديد من بعيد. 62-52 دقيقة و15 ثانية، هل حسمت الأمور أم لا؟ نجي الجزيري يعود معه مالكولم ماكميلان، ذكركم نلعبوا الجولة الأخيرة من البلاي أوف، بلاي أوف ناجح على كل المستويات، فرجة وتشويق، ما فما حتى فريق ضعيف، تحية لهم الكل في رق الكل. المفاجأة السارة تأتي في هذا البلاي أوف، خاصة من شبيبة القيروان اللي رغم البلاي أوف الصعيب اللي تعدى، لكن عمل نهائي أو نهاية بلاي أوف ممتازة الشبيبة القيروانية، كان الأخير تقريبا إلى حدود الجولة تقريبا الخامسة، ثم انتصار للنادي الافريقي والملعب النابلي والاتحاد المنستيري. خليك الاجواء الكبيره، تحيه لسمير بودن ولجماهير الشبيبه القيروانيه اللي رجعت في الجولات الاخيره رغم انه بشبابها ورغم الصعوبه اللي خلتها تتعدى بصعوبه تعدت بالبراج باش مشات للبلاي اوف، لكن رجعت الاجواء الحلوه هذيك اللي نعرفوها الناس كل في القروين، رجعت الامور كيف الحلوه اللي نعرفوها في نابل. الرباعي الكلاسيكي المسيطر السنوات الاخيره لوجيكمون باش يكون موجود، مازالت دقيقه والاتحاد المنسيري عنده 10 نقاط. هذه خلاصه واستنتاجات بلاي اوف 2017 في انتظار سوبر بلاي اوف، وفي الانتظار ثم زوج دورات مهمه للمنتخب الوطني التونسي، الاولى بعد شهر واربع ايام في الجزائر مع الجزائر والمغرب وليبيا، ومرحلة ثانية في هذه القاعة في المنستير، نداء لجماهير الاتحاد المنستيري اللي تشوفوا فيها ولا جماهير الكل اللي قريبة من المنستير تجي تقف مع المنتخب التونسي في الجولة الثانية من مرحلة تأهيل للأفرو باسكيت. البروغرام دو بريباراسيون اللي فيه زوج تربصات في المنستير وتربص في البرتغال، هذا قبل ما يدخل في تصفية نتاع كاس افريقيا كما قلت انت ربيع، الاولى في الجزائر والثانيه في المستير. تصفيات باش تكون 14 لاعب، فراس الاحياني، مكرم بن رمضان، عمر الموحلي، مهدي ساي، حمدي براع، رضوان سليمان، نزار كريوه، زياد الشنوفي، غيازه، بشير حديدان، عمر عبيده، مراد المبروك، محمد امين المغربي، وحمودي ديدان،
ما حبش ياخذ ما حبش يخاطر بشباب في القائمه ماريو بالما، يحب يامن المرور لافرو باسكيت ومن بعد ينجكوا بشويه بشويه ولادات صغار اللي ينتظرهم مستقبل كبير، احمد الضيف، شاور الجويدي، اسكندر البحوري، راسيل وغيرهم من اللاعبيه اللي شدد الانتباه شكون عندهم ان شاء الله مكان في المنتخب التونسي لكره السله. 55 ثانية، 9 نقاط وامتلاك الاتحاد المونستيري. ايفا تمشي كرة الناشي الجزيري، يطلق كرة في راس الحياني، ثم خروج كرة ضد في راس الحياني وامتلاك للافريقي. 50 ثانية، 9 نقاط، كرة للافريقي تحاول يسدد من بعيد النادي الافريقي، يحاول يرجع بسرعة. مالكولم ماكميلان يحاول يمشي للدرايف، ثم الخطأ. ثم احتجاج في راس الحياني على على الكرة الأخيرة، وإيفا يقولوا أنه البلاك شوت ما كانش فيه خطأ والحكم أعلن خطأ. 62 53 42 ثانية على نهاية المباراة، مباراة تحديد المصير بالنسبة للاتحاد المونستيري للمرور كرابع ومواجهة النجم الراتسي أو النجم الساحلي حسب النتائج اللي ما همش عندي الحقيقة الآن متاع المباريات الأخرى. ميلان مالكولم القادم في الميركاتو الشتوي للافريقي لتعويض كايل فينيفز المؤقت، فاصبح معوض كامل الوقت لكايل فينيفز اللي غايب عن النادي الافريقي. الاخبار تقول انه مشى في زياره عائليه للولايات المتحده، اخبار اخرى تقول انه غادر، الحقيقه ما عندناش معلومه صحيحه. ايفا نجي الجزيري حاول يمر نجي الجزيري، ثم الخطا من زياد الشنوفي، ارتكب الخطا زياد الشنوفي لإيقاف الكرونومتر. النادي الافريقي يحاول يعمل كامباك في ال 30 ثانية عبر القيام بأخطاء إيقاف الكرونومتر، على أمل أنه الملاعب اللي صار عليه خطأ يضيع الرمية الحرة ويربح وراها البوسيسيون. هذه الكرة الأخيرة بالناجي الجزيري وزيادة الشنوفي، هما تنرفزوا زوج ملاعبيها شوية، ولو أنه اللي نعرفوا هنا في التومبيرامون نتاعهم هادئين الملاعبيه هذم للامانه. امين بالحسن كيف كيف يتفاعل معايا ويبعث لنا مساج ارساليه. امين يقول لي اللي في الفتره الثالثه النجم الراتسي متفوق على الملعب النابلي 58 34، والنجم الساحلي قبل دقيقتين متفوق على شبيبه القيروان 79 74. قبل دقيقتين برافو شبيبه، برافو قبل دقيقتين 5 نقاط مع النجم الساحلي في سوسا، يأكد كل خير قلته على هذا الفريق. 63 55 28 ثانية، المونستيري يتأهل اوتوماتيكيا، يتأهل اوتوماتيكيا ما ينتظرش النتائج الأخرى للاتحاد المونستيري. مباراة مصيره بيده الاتحاد المونستيري، هذاك علاش وقع الاختيار على هذا اللقاء، قلنا من الأول نختاروا المباراة اللي باش يكون الفريق اللي مصيره بين يديه يتعدى هو اللي باش نعديوا له مباراته اليوم العشية. 12 ثانية، 8 نقاط، والاتحاد المونستيري تقريبا تنتهي الأمور لهنا، مازالوا 6 ثواني على نهاية المباراة مع 6 و ما نعرفش خطأ أو تايم أوت، خطأ معلن. 6 ثواني و5 أجزاء بالمئة، 63 57. النادي الأفريقي رغم أنه موش معني حسابيا بالرهان، لكن لعب للاخر، لعب للثواني الاخيره في مباراه اليوم. الاتحاد المونستيري الى حد الان واخذ 6 نقاط بل 6 ثواني كما قلنا، هو الفريق الوحيد اللي مصيره بين يديه، يعني يفوز يتعدى لنصف نهائي في قاعه المونستيري اليوم. اجواء تاع كره السله لو ياسر، تايم اوت وليد الغربي، رغم اللي مازالوا 5 6 ثواني تايم اوت و6 نقاط. وليد الغربي خايف، مازال متشنج شويه، مازال خايف. كرة السلة كل شيء فيها ممكن، خاصة وانا نذكر في نصف نهائي البطولة عملناه في ماتش الرتور، النادي الافريقي كان عمل سيناريو غير عادي في الروبو اوفونسيف بتاع اللاعب الامريكي، الامريكي اللاعب البيفو اللي في كيما هكا في 5 6 ثواني رجع 4 5 نقاط في بعض ثواني في بوزيسيون، ربح 4 نقاط. كرة السلة غنية على هذاك، شوفوا وليد غربي 6 ثواني وامتلاك و6 نقاط وتراو فيها على اعصابه. حسني سعيد في الروميز اون جو، سيف العيساوي 3 ثواني،
لتنتهي المباراة، وهكا ينتصر الاتحاد المونستيري على النادي الافريقي دون انتظار نتائج بقية المباريات. يمر الاتحاد المونستيري كرابع، مبروك للاتحاد المونستيري وحظ سعيد الفرق الاخرى اللي تعبت وجريت الى اخر رمق من اجل المرور، ويكفيها فخرا للثواني الاخيره كل الفرق كانت معنيه بامور المرور لنصف نهائي البطوله. مبروك الاتحاد المونستيري، حظ سعيد لكامل الفرق التونسيه، وكعرفنا الرباعي اللي باش يمشي لنصف نهائي البطوله بين النجم الراتسي النجم الساحلي النادي الافريقي والاتحاد المونستيري. شكرا لك صفوان، يعطيك الصحة على إضافتك الفنية، تعود عندما تريد. كانت هذه قاعة المونستيري، وكان معكم ربيع البحوري، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على محبة على القناة الوطنية، القناة اللي تحب الباسكت.